يا مواوي للهوى، يا مواوي ليا حكاية حبي لبلادي، يا الله شو زايد فيا. دمات مجبولة على رمل بلادي، راجع عالبيضة والفيا. أنا سعيد جدا طبعا في هاي التجربة، الأجواء اللي حوالينا كتير حلوة، المشاركين معنا في هذا الكليب يعني ما شاء الله متفائلين ورائعين. هاي التجربة الثانية إلي مع الأستاذ نادر طه، وإن شاء الله بتعجبكم. طبعا الكليب بتحدث عن الأيام الجميلة، الأيام القديمة اللي كانوا فيها الأهل بيتسامروا مع بعض وبيقعدوا مع بعض، كيف الخبز بيطلع من الطابون، الأطفال الصغار، كل الذكريات الحلوة بنتذكرها في هذا الكليب. طبعا الكليب هذا من التراث، ألحان من التراث، يا مواويلي الهوى يا مواويلية حكاية حبي لبلادي، يا الله شو زايد فيها. بتمنى من كل مشاهدينا الكرام أنهم يستمتعوا معنا في هذا الكليب، وكل تحياتنا ومحبتنا لكل مشاهدينا.